احنا عملنا لقاءين في الوزاره مع كل مسؤولي غرف اداره الازمات الموجوده في المحافظات. اتعمل فيها تيسيرات كثيره جدا في المحافظات، اتفقنا عليها مع الساده المحافظين. اولا في خيام وفي مظلات موجوده بالنسبه عشان الشمس وحراره الجو ممكن احد يجي. عملنا في كولدرات ميه ساقعه وميه بحيث ان هي تساعد الناس اللي هي موجوده واقفه. بالنسبه لذوي القدرات الخاصه جهزنا لهم اماكن خاصه بيهم. في نفس الوقت الناس اللي هي المعاقين جهزنا لهم كراسي متحركه اللي هو اللي يقدر يتحرك ما يقدرش يتحرك داخل اللجنه يتحرك. في ناس موجودين هناك في اللجان لتسهيل مهمتهم والوصول للجنه بتاعتهم بسرعه في اسرع وقت ممكن ان شاء الله تيسيرا للامور. في عندنا على مستوى الجمهوريه في تقريبا حوالي ما يقرب من 120 الف موظف على مستوى الجمهوريه على مستوى المحليات بصفه عامه شغالين في اداره العمليه الانتخابيه. واعتقد ان شاء الله باذن الله لو في اي حاجه جديده بتظهر احنا على طول بيكون فيها حل سريع جدا مع الساده المحافظين. طب تيسيرا على الموظفين التنميه المحليه وفي المحليات، هل هيتم اعطائهم مثلا نص يوم خلال الايام القادمه للادلاء باصواتهم؟ احنا عندنا اصلا كل عنصر في الموجود سواء في التنميه المحليه او في غيرها كل واحد هيدلي بصوته، حتى الناس اللي موجوده في غرف الازمات هنا الموجوده عندنا، احنا عندنا في حتى اللي ساكن في مثلا في الجيزه واحنا في القاهره او القاهره او الجيزه ما هنحاول نوديه ان هو في اقرب لجنه في المحافظه المجاوره ليه بحيث ان هو يروح يدلي بصوته ويجي ونديله الفرصه الزمنيه اللي هو ممكن يقدر فينا. احنا عندنا ناس احتياطي موجوده هنا تحل مكانه لغايه لما يرجع. يعني وان شاء الله باذن الله هنيسر للجميع، مش هنحرم حد من ادلاء بصوته في سواء مشارك عمليه فعليه داخل غرف الازمات او اللي موجودين في الخارج. يعني في احتماليا يكون في احنا عندنا في اصلا في غرف اصلا موجوده في مقرات اصلا موجوده للمغتربين.